هذا الحد في برنامج واش فهمتونا، حلقة خاصة عن فعالية التوجيه في بناء مستقبل الشباب، رفقة مفتش توجيه السيد عبد اللطيف رشيدي. الموجه تنقول لكم لا يوجه، هذيك الحصة اللي جاء الموجه وتواصل معكم غير بحال قال لكم هنا موجود، اللي بغى الدقائق واللي بغى التفصيل يلتحق بيا ولا يتصل بيا. ومنتج الفيديوهات التربوية عبد الله أبو جد. ضروري ما نكون عارف راسي فين أنا، وضروري ما نعرف راسي المويه باش نوصل ديك البلاصة. تابعوا معنا حلقات خاصة من برنامج واش فهمتونا عن التوجيه كل يوم أحد على دوزين.